معانا المهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة مجموعة إنارة كابيتال. باشمهندس شريف مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك. أهلا بسيادتك. أهلا وسهلا. يعني في ضوء هذه المبادرة وكعادتكم واضح أنه مجلس الإدارة برئاسة سيادتك اتخذ قرارات مهمة في هذا التوقيت. هو الحقيقة احنا يعني طبعا لازم يبقى لينا دور في الظروف دي وبنشتغل مع كذا جمعية، ولكن مصر الخير بالتحديد يعني عندنا شراكة معايا من فترة وبنشتغل معاها في مشروعات مية بشكل عام في محافظات مختلفة، وفي الظروف دي احنا بنحاول يعني نكستمايز يعني اكتر، يعني حابين نخش في تفاصيل معاهم، فبنشتغل على يعني نتكفل بألف أسرة لمدة شهر، ده ما يعادل تقريبا يعني حوالي 3500 اسره هايز. بس بشكل مختلف يعني. والحقيقه مصر خير احنا مبسوطين جدا معاهم، هم يعني مؤسسه فاهمه هي بتعمل ايه وبتقدر فعلا توصل حاجه للناس اللي محتاجه، فيعني الحمد لله ربنا. لا ده شيء محترم جدا من مجلس اداره الشركه، وحضرتك بتقول لي انه ده جزء من الموضوع، يعني انتم مستمرين دايما مع مصر الخير في مصر مثل هذه الاعمال. شريك استراتيجي وبنشتغل معاه بقالنا تقريبا 3 سنين، واحنا مركزين معاهم في مشروعات توصيل المايه معلش سريعا كده، يعني ايه مشروعات توصيل المايه؟ بتوصلوا للبيوت اللي في مصر مش ما بيوصلهاش مايه. يعني فطبعا دي مشكله. والله حاجه محترمه. وفي منهم كمان في كره مش بيوصل لها، طبعا ما عندهاش صرف صحي. في بعض الكره كمان المايه الناس بتشربها بتبقى يعني فبدعم من حضراتكم والتقنية بتاعتكم المعروفة إلى جانب مجهودات وتبرعات مصر الخير بتقوموا بتوصيل المياه أو بعض التوصيلات الخاصة بالبيوت. بالظبط كده. بالظبط. شيء محترم جدا. اتحركنا مع 3 كرة لحد النهاردة وإن شاء الله يعني، بس طبعا أولوية دلوقتي للأزمة اللي احنا فيها. صحيح. فإن شاء الله يعني. باشمهندس شريف أنا بشكرك وأرجو أن تنقل تحياتنا لكل أعضاء المجموعة، وده مش غريب عليكم، وهنستمر إن شاء الله في التواصل معاكم عشان نعرف باقي الخطوات اللي بتعملوها في الخير. مهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة مجموعة إنار كابيتال، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا.